بس انا كحد وقت خمس ست كتير وكتبنا الاسماء لان انا بعد ما اخذت تصريح وروح الشرع قال يقول لابد ان يوصف محمد تحوش طلب التصريح بعمل توكيل خاص منه لوالده السيد سليمان محمد تحوش الانسه ايمان صلاح محمد سعد ابنة السيدة 57 و59 وطلب التصريح لعمل التوكيل عام في القضايا لكل من الاساتذه يوصل السيد محمد علي احمد محمد محمود سعد حاضر المحامين